الكويز بتاع شابتر 1، وفي الغالب ما بين صفحة صفحتين، مش هتزيد عن صفحة في معظم الأحوال. أول حاجة الفايل ده هيوصل لحضرتك، هو ده ملف بي دي اف. الملف ده في البداية خالص مكتوب فيه من فضلك اكتب اسمك، your full name، ويا ريت بخط ايد حضرتك، بخط ايدك، لان ده ملف بي دي اف. الاسئله اولا، هو شابتر 4 شابتر 1 اهو، عنوان الشابتر. الاسئله عباره عن جزئين، ترو اور فولس كويستشنز ومالتيبل تشويس كويستشنز ام سي كيو. دول ثلاثه في الغالب هيبقوا ثلاثه، والتانيين هيبقوا سبعه لغايه 10. طيب انا افترض مثلا السؤال الاولاني، السؤال الاولاني كده الاجابه بتاعته ترو، فاكتب جنب بالقلم الجاف كده، اكتبه هنا كده. ما في البدايه هنعمل ايه؟ هنطبع الفايل ده ونبدا نحل. اكتب اسمي، اول سؤال، السؤال اهو، اقعد افكر فيه، مش واصل له الاجابه. ده مش معناه ان انا اجاوب اي اجابه، هو في الاخر خالص لما قبل ما تبعت وفي سؤال انت محتار فيه مش عارف له اجابه، يفضل انك تجاوب، يعني يمكن تطلع معاك صح، لكن انا يا ريت تبعد التخمين في كل الاسئله. ممكن تخمن سؤال اتنين لكن مش كل الاسئله. خلاص انا فكرت وما لقيتش الاجابه، طيب ممكن الاقي الاجابه فين؟ اول حاجه تروح لها الباوربوينت برزنتيشن اللي موجوده مع حضرتك. تاني حاجه تروح لها لو ما لقيتهاش، هو في الغالب هتلاقي الاجابه في احد السلايدز. لو ما لقيتش الاجابه في احد السلايدز في الباوربوينت برزنتيشن حضرتك مشكورا، روح للتكست بوك، للشابتر اللي بيتكلم عن الموضوع ده اللي هو شابتر 1، هو في الغالب ما بيزيدش عن 30 صفحه. اوكي؟ وانا في الغالب هدي فرصه اسبوع كامل لحضراتكم تقدروا تخلصوا، هم 10 اسئله مش هتاخد وقت. هنفترض حضرتك جبت السؤال الاولاني مثلا ترو، حط هنا تي. ممكن على طول تروح في النهايه كده وتكتب هنا السؤال الاولاني تي، او بعد ما تخلص خالص وتحط الاجابات وتختار زي ما انت عايز، تبدا تحط الاجابات في النهايه، تلخصها لي في الايه؟ ده بيسهل لي عمليه التصحيح. وان شاء الله تعرف الدرجه اول باول على الموقع. وهتكون حاجه برايفت، يعني حضرتك بس اللي هتعرف، مش كل الناس هتشوف الدرجه بتاعت حضرتك. ويا ريت حضرتك تجمع كل الملفات اللي هي فيها الكويزز دي، اللي بيها بعد كده يبقى عندك زي بنك اسئله او اسئله كتيره جدا في يعني في الاخر هتصل الى مثلا الكويزز دي، قلنا 10 اسئله في 5 في 10 يعني 100 سؤال، شيء كويس. بالاضافه للفاينل ممكن يطلع معاك مثلا 100 سؤال 200 سؤال في الموضوع، وفي الغالب بيبقوا شاملين الموضوع كله، يبقى معاك الموضوع كله في صوره اسئله واجابه. ده بالنسبه لايه؟ هنا لو مثلا السؤال رقم 4 الاجابه بتاعته مثلا بي، فبكتب بعمل حوالين البي هنا واروح 4 هنا واكتب هنا بي 4 بي بي كابيتال، ها مش سمول زي ما مكتوبه كده. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكويزز وازاي نجاوب عليها. يبقى اول مصدر هو الباوربوينت برزنتيشن في الاجابه، ثاني مصدر هو التكست بوك اللي هو في كل مره ببعت باوربوينت برزنتيشن وفايل زي ده عنوانه بالشكل ده كده، فهو ده الشابتر ده انا اقصده، الشابتر ده تروح لشابتر 1 وتشوف وممكن تعمل سيرش. انا طبعا صعب انك تقعد، مفترض ان احنا بنقرا الكلام ده، لكن لو ما كانش عندنا وقت ان احنا نقرا دلوقتي فهو مرجع كويس قوي جدا في موضوع السبلاي تشين. وممكن تعمل سيرش من خلال قائمه ايديت، تعمل سيرش على بعض الكي ووردز، بعض الكلمات اللي موجوده في السؤال ممكن توصلك لمكان الاجابه، يبقى الاجابه في المنطقه دي، يبقى انت مش هتتعب كتير في انك تدور على الاجابه. وطبعا ممكن ان نفس الكلمة تبقى موجودة في أكتر من مكان، فزود عدد الكلمات أو اكتب كلمتين ثلاثة في الإيه؟ في السيرش بتاعك. دي تركاية ممكن إيه؟ تساعدك في الوصول إلى الإجابة الصحيحة. إن شاء الله الإجابات تكون الكويزز دي سهلة، وفي نفس الوقت يا ريت ميبقاش فيه تعاون بينا في موضوع الكويزز ده، يعني كل واحد يحل لوحده، كل واحد يبعت الإجابة لوحده.